قلناه احنا قلناه احنا ميل روح ناسن نزل في الحساب. طبعا الحساب اخوانا في مشكلة ما محظور اللايف فيه 89 يوم طيب ده اللي قلناه احنا البشر السودانيين في كلام قالوا لنا الله عز وجل أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الشرط الأساسي قال لك لو لقيت فئة أصبر وأثبت لعلك تفلح. ثاني وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال أطيعوا الله والرسول ولا تنازعوا. بيظهروا قادة في القوات المسلحة وإدارات أهلية وزعامات في نص المعركة بيقول لك لا نغير القيادة، والزول أنت ما عارفه من بدري كان عواليق يعني. بعد المعركة دورت وكل زول برأي وكل زول باتجاه، لا احنا نمشي مع ده ونمشي مع ده. الله عز وجل نبهنا في المعركة. الموضوع ده بسيط، الآيات دي كلها 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 هتسمعها حسي كلها 35 ثانية. ده هو ده النصر هنا. اسمع، توجيهات للقيادة وللناس. الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تعليمات للجيش كله وللناس كلها، أثبت وأصبر لعلك تفلح. بالنسبة لتوجيهات القيادة وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بس ثلاثة حاجات، موضوع ده بسيط واضح. ثلاثة حاجات لقيتوا فيها يا أخواننا، أثبتوا وأصبروا. الخطوة الأولى رأينا يكون واحد يا اخوان، احنا نجيف نصبر نصبر بشنو وعلى شنو، نصبر لشنو وعلى شنو بنشرحها. التوجيهات للقيادة قال يا اخي ما تتنازعوا في الموضوع ده حسي اثناء المعركة والحرب، ما تتنازعوا خلاص. الزول ده انتم من الاول شايفين انه الزول ده ماشي غلط، ما كنتوا ساكتين لما المعركة دورت، لا احنا نغير ده ونجيب ده، ده منتمي لنا، ده بيبقى لنا، ده بيسمعنا، ده رايه كويس، ده والله العظيم تاريخه. الكلام ده حسي ما وقته، توجيهات إلهية. ولو عملنا كده تنازعنا قال بتذهب ريحكم، يعني خلاص انتوا هتتفرتقوا والعدو حيلقى فيكم فرقة، فجيشكم بايع في الجزيرة. ما هو ده الجيش اللي بيقاتل في مدني ذاته، والجيش اللي بيقاتل في سنار، والجيش اللي بيقاتل في كود، لا لا ده بس عندنا بايع. والناس كلها بتكره الجزيرة وإنسان الجزيرة. يا زول إحنا الجزيرة دي عندنا فوق أي حاجة. أول معسكرات اتفتحت في الاستنفار كانت في الجزيرة، ما مشوها الناس، مشوها الناس ده موضوع تاني. وأول حتة كانت مستهدفة وإنسان مستهدف، وهي الإنتاج وهي مصدر الأكل والشراب البلد وعيشة البلد، هي الأمان والاطمئنان للشعب. بس أول حتة لجأ لها مواطن الخرطوم فتحت لها بابه. لما كنا بنتكلم انه الناس ماشيين في الشوارع بيستقبلوهم مواطن الجزيره، بينزلوا الحفلات، بيدخلوا الحفله كلها البيت. الواحد بيقول لنا والله اهلي لسه قدام في طنبول وانا ماشي والله ما عارف سنار، بيدخلوا الحفله، بقول له تقعد
انتوا نسيتوا المعركة الأولى دي ولا شنو؟ نسيتوا الشهور الأولى؟ بعدين ربنا قال لك يا أخي إن الله مع الصابرين، وربنا بحب الزول الصابر، أجره شنو؟ يا الله بكون معك. داير الله معك ولا ما داير الله معك؟ أعمل الصبر ده بس، اثبت. الناس بتفقد، وربنا ورانا إنه إحنا بنبتلى في أموالنا وفي أرواحنا وفي نقص في الأكل والشراب، ابتلى من ربنا هو قاعد يطبق فينا، يعني إحنا ما عايشين في كوكب تاني. آية بنشوفها في حقيقتها في حياتنا. طيب نبدا. السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. معنا في اللايف، السلام عليكم، كيف احوالكم؟ طمنونا عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله بخير. ليلة احنا عندنا حاجات كثيرة، نحاول نبدا بال نبدا ب طيب هنا الجزيرة مباشر. فكوا حظري طبعا. معانا الكلب ياسر عرمان. جميل. عمل لقاء قبل شوية في قناة الجزيرة. وأنا عاوز أرد عليه بكلامه وداركم بس شنو تسمعوا جزء قال و لأنه في التعليقات واحد كاتب له ياسر يمثلني وياسر البطل. قبل ما أتكلم عن ياسر في حقائق دارنا نثبتها يا أخوان. أول حاجة أدوات الوعي. أنت بتفهم في الدنيا دي بأدوات، بتفهم إنه ده الصح وده الغلط، بتفهم إنه ده الحق وده الباطل. كل حاجة فيهم عندها مظهر وعندها شواهد، بتعرف الطريق من معالمه. بتكون سايق عربيتك بتقول والله يا أخي الحتة دي شكلها زراعي، بتعرفها كيف زراعي؟ لأنه بيشوف في زراعة وبيشوف قدامك الطريق ماشي، بعد شوية الطريق بيتحول لجبلي، عرفته كيف جبلي؟ لأنه بداية الصخور والكسار بتاع الجبال وضح لك، بعد شوية الطريق بيمر بيك بين جبلين كده، فهمت؟ بتعرف الطريق ده كيف صحراوي، ما عنده معالم بتوضح لك، فهمت؟ بتعرف الحتة اللي أنت ماشية، دي معالم بتاعت الوعي. دي معالم الوعي. حسي في مجموعة من الناس منتقدة مسلسل تلفزيوني، والناس اللي بيدافعوا عن المسلسل التلفزيوني أو الطريقة بتاعت المسلسلات دي بيقول لك المسلسلات دي بتعرض لكم واقعكم وانتوا بتتهربوا منه، ما دي حياتكم عاملة كده، انتوا بتتهربوا منها ليه؟ بتسيئوا الممثلين ليه؟ كان في فيلم ظهر قبل فترة في واحد ممثل كبير بتلفظ، فقالوا دي ألفاظكم في الشوارع. حاضر، كلامك صح، ودي طريقتكم ودي حياتكم، انا اتفق معك، دي حياتنا عامله كده. لما تجيب لي في التلفزيون انت المشكله دار تعرضها شنو ودار تعالجها بالطريقه دي شنو؟ ما احنا عندنا 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 معالم، عندنا ادوات وعي. لما المشكله دي عرضت، ودي طبيعه البشر، البشر عندهم حاجات حلال وحرام. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا دي طريقه الزواج ودي طريقه الزنا، ونفس العمليه ونفس الحاجه، حاضر، وبتجيب جنى في كل الاحوال. الله سبحانه وتعالى قال دي الطريقه الصحيحه ودي الطريقه الغلط. ده اله خدت لنا تعليمات واضحه. حاضر. احنا ننشر الحاجه دي كيف؟ بنشوف الانبياء قالوا عليها شنو؟ الله عز وجل في كل الديانات السماويه وجه البشريه تتعامل كيف؟ تحافظ على المجتمع وتنتج كيف؟ ده اسمه الوعي. طيب لما نيجي زول يقول لي لا ما عنده طرق ثانيه. طب احنا ما قالوا في طريقه واحده ولي وهل يكون عارفين وهلك والحياه دي في العلن وعشان تضمن النسل وتضمن انه تكون عارف؟ لا قال عادي يعني في طرق تانية. ما هي طيب بتناقشها في التلفزيون المشكله دي؟ ايوه بنناقشها في التلفزيون. طيب ليه ما ناقشوها في الكتب السماويه؟ يعني مثلا حسي انا عندي اشكاليه مع الصوفيه. السلام عليكم، كيف الاحوال؟ ان شاء الله بخير. في 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 قصائد فيها فتح رباني، سيدة بكون قاطع زلط لكن فيها فتح رباني، ايوه فيها تعليمات والله ما بتلقى عند زول غيره. لكن في نفس الوقت لما اساله واقول له انت المديح ده بتعمل بشنو؟ يقول لي بنشر به والدين. بقول له طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب الصحابه يشيلوا دف ويقولوا لنا سوره قل هو الله احد، الناس تغني وتحفظه وتكون سهله في نشر المعلومه يعني. ما عنده منطق في الحته دي، ما في حجه. طيب الانبياء ما كانوا يعملوا لنا تصويرك للمجتمع كده
والمشكلة دي تتناقش كده، الله كان يناقشها لنا كده. يعني انت فاهم اكتر من الله، الخلق البشر ورانا انه نتعامل مع المشكلة الاجتماعية دي كيف. في مسألة الستر، انه في حاجة انت لما انت علينا بتكسر الحواجز حقتها. ما هو هسه جريمة الزنا دي قالوا لك دارين 4 شهور، دي تجيبها كيف؟ ما شاهد واحد ولا شاهدين، قال لك 4 ويشهدوا انه شافوا الحاجة دي. دي بتحصل كيف في جريمة الزنا عشان تأكدها بالشريعة؟ دي نسبة تأكيدها بتكون دائما 1 في 10,000 حالة أو 100,000 حالة، ما بتتأكد. ليه؟ لأنه الله ما دارك شي في الموضوع ده. الموضوع ده الله ما دارك، المشرع ما دار الحاجة دي تنتشر، لأنه ثبت في المجتمع اللي بيطلعوا حسي بيعملوا المسلسلات والأفلام دي والبيكسروا حواجز المجتمع. دي واحدة بكون عندها قضية والناس مسكوها وصنفروا لك ميتينة وفضحوها فضايح الدنيا والعالمين، بعد شوية تكسر الحواجز تقول لك خلاص مع الناس كلها عرفتني. مشكلتها بتبقى نموذج، فلانة راكبة عربية وبتاع شنو عشان ماشي في الغلط ده. البراعم الصغار يقول لك احنا نقعد وتربية واحفظ وابقى دكتورة وبتاع مهجور وابقى زيها. فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى الموضوع بتاع الزنا ده، ده الناس يقول لك يا اخي لا حياء في الدين. منو قال لك لا حياء في الدين؟ جبتوا الكلمة دي من وين انتوا؟ احنا ديننا ده كله حياء. النص الصحيح لا حياء في العلم، ما في الدين. ديننا ده كله حياء. تتكلم من وراء جدار، تتكلم من وراء ستار، تخفض صوتك، تعاين تحت في الواطة، ما تدعي الله في عينه، تمشي من الشارع اللي فيه كده تتفادى، ده كله حياة، كله حياة. تتكلم عن السيدة مريم قال فضحكت، ضحكت دي يعني شنو؟ شوف المصطلح أبعد ما يمكن تكون في راسك، كله حياة ديننا ده، كله حياة. يقول لك لا حياء في الدين، لا منو قال لك لا في الدين في حياء يا زول؟ عندنا حياء في الدين، لا حياء في العلم، تسأل أين جاوبك؟ أنت ملخبط يا زول، أنت ملخبط. فدي قواعد اسمها قواعد الوعي. لما تيجي تنسف لي أنت قدام، ما هو ده مجتمعكم عامل كده، ما تناقش لي بالطريقة دي لكن. ما تجيب لي الصورة ذاتها، ما تحكي لي القصة، ما توريني إنه اللي بيعملوا كده عادي، ما اسمها كده، أنت ما توريني النتيجة حقتها. ما أسهل. أي هم بعد ما رقدوا في السرير ده وتغطوا بالبطانية، انت مصور لي المشهد ده، النتيجة كانت شنو؟ جاب الجنة. ما تجيب لي الموضوع ده من الجنة جه. انا بفهم انه دخلوا الشقة كده والأوضة وقفلوا الباب، انا فهمت انه في حاجة تامة. ما تجيب لي الحاجة دي انت، عشان انت مجتمعكم عامل كده. احنا مجتمعنا ما عامل كده، لكن احنا ما قاعدين نعمل الحاجة دي كده. بتتدسدس وانت حتناقشها لي كيف؟ مؤهلاتك شنو؟ والكتب القضية دي والقصة والمسلسل ده مؤهلاته شنو؟ تاريخه شنو في نحن نتكلم عن العلم النفسي الاجتماعي، تاريخه شنو؟ شهاداته هنا، مؤهلاته شنو الزول عشان يناقش موضوع بتاع شعب مجتمع يجي يحل له قضيه؟ لان وعامل له في شهر زي ده، شهر رمضان، انت ما عندك 11 شهر، ما تناقش لي الموضوع ده في ال 11 شهر، وانا صايم عيل لي في منظر زي ده، صيامي بيحصل له شنو؟ ما هم راقدين لكن ما مقلعين، ما فك شعره لكن انا